طال عمرك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أنا أشبه هذه الآيات ببناء، وهذا البناء فيه ثلاث لبنات. اللبنة الأولى هي أن الله مقت أناس ومقتوا أنفسهم، ثم ذكر السبب أنه ابتعدوا عن أمر الله عز وجل وعن توحيده وذهبوا إلى عبادة غيره. هذه اللبنة الأولى. اللبنة الثانية إثبات أن هذا المعبود هو المستحق للعبادة، لأنه هو الذي أتى بما يغذي الأبدان، بما أنزل الرزق فغذى الأبدان وغذى الأرواح، لذلك هو المستحق للعبادة. هذه اللبنة الثانية. اللبنة الثالثة أن هذا سبحانه الإله الذي هو يعبد ومستحق للعبادة والذي غذى الأبدان والأرواح، أن العبادة بينهم وبينه لقاء يوم القيامة، وهذا اللقاء مع من هو سريع الحساب، مع من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، من هو الذي يقضي في ذلك اليوم ولا أحد غيره يقضي. اكتمل البناء، إله أو أناس مقتوا لأنهم تركوا التوحيد وعبادة الله الذي هو المستحق للعبادة لأنه غذى الأبدان والأرواح، وبينهم يوم القيامة لقاء هو الذي يحكم فيه وحده. خلاصة هذا البناء أنه لا إله إلا الله، ولا متصرف له، ولا مالك له، ولا يسأله إلا هو، وهو الوحيد العزيز الكريم الجواد المتكبر الذي له كل شيء، هو المستحق أن يسأل، هو الذي يرجى، هو الذي يطلب، لا غيره يطلب. واليوم وللأسف الشديد تنبت نابتة فاسدة تريد إعادة الناس إلى الوثنية، إلى دين أبي جهل وأبي لهب، تحت مسمى قانون الجذب. يقول أحدهم إن الإنسان لديه خصائص إلهية يستطيع بعقله أن يجذب إليه كل الموجودات، ويقول آخر إن الإنسان يحتاج نفسه وقدرته فقط لكي يجذب كل المفقودات، وتقول إحداهن أنا قدري لم يكتب، أنا الذي أكتب قدري، أنا الذي أكتب قدري وأكتب كيفما أشاء. وإحداهن ماذا تقول؟ تقول الكون كله مربوط بأرقام، رقم 3 و6 و9، إذا أردت أن تنجح ارتبط بأرقام الكون، تفتح مصنع ابدأ ب3، إذا بدأت ب4 تخسر، تبدأ ب6. كل هذا العنوان تحت عنوان قانون الجذب. إذا أردت السعادة اجذبها، أحببت شخص تستطيع بأن تركز عليه وترسل إليه ذبذبات فتصل إلى حبه ويصل إلى حبك. هذه وثنية، حتى أن أبا جهل لو كان موجود لأنكرها، لأن أبو جهل يقر أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، إنما أشرك في عبادته. وهؤلاء يدعون إلى الناس ويلفونهم إلى، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ونابتة أخرى أيضا فاسدة تدعو الناس إلى الحرية وإلى الإلحاد، ويظن كثير من الناس أن الإلحاد هو مبني على شبهة، والصحيح والله أعلم أنه مبني على شهوة، لأنهم يريدون الحرية فينطلقون إلى ما يشتهون. ولذلك أبسط الناس يستطيع أن يناقش ملحدا فيفحمه. وأذكر لكم بعض المواقف التي صارت، منها أناس ينكرون وجود الخالق، فأتوا إلى الإمام أبي حنيفة قالوا نريد أن نناقشك هل الله موجود أو غير موجود. قال تفضلوا اجلسوا، أسألكم سؤالا تفضل. قال هناك سفينة خرجت من دجلة واتجهت في البحر ومضت هنا وهنا تحمل الناس والبضائع. قالوا ما ذاك؟ قال وليس لها ربان. قال مستحيل، كيف سفينة تشق عباب البحر وفيها ما فيها من ذا وليس فيها ربان؟ فقال فكيف بكون فيه سماوات وفيه أراضين وفيه نباتات
وفيه من كل الألوان والأشكال وليس له رب، انتهى النقاش قبل أن يبدأ. وهذا موقف آخر، التقى ملحد بموحد وجلوس يحكمون بينهم، فقال الملحد ليس هناك إله. قال لماذا؟ قال لأن الله لا يرى، أين هو؟ وكل ما لنا شاهده ليس بموجود. قال الثانية تزعمون أن الله يعذب إبليسا، إبليس خلق من النار فكيف يعذب من النار؟ فقام الموحد وأخذ لبنة قاسية فشج رأسه، قال ما لك الجلوس تعجب من هذا الأمر؟ قال ماذا تحس؟ قال بالألم. قال الألم غير موجود لأن لا نراه، غير موجود. قال وهذا الذي رميتك به مصنوع من طين، وقد خلقت بطين وقد تعذبت به، فالله سبحانه قادر على أن يعذب الشيطان وإن كان أصل خلقته نار. وأذكر مثالا ثالثا، رجل ملحد أتى بزجاجة كهذه ووضع فيها لحمة زاعما أنه يستطيع أن يخلق. قال أنا أخلق. قال كيف؟ فوضع هذه اللحمة وتركها كم فترة من الزمن، وإذا بالدود نشأ فيها. وانتبه، إذا أردت أن تناقش لا تواجه المسألة وجه لوجه، وإنما تعال، يسمونها للدلم مسكة الضب، تعال من الخلف وصدها. فقال يعني أنت من خلق هذا الدود؟ قال نعم. قال متأكد؟ قال نعم. قال كم عددهم؟ قال لا أدري. قال تخلق ولا تدري ما العدد؟ قال هناك أمر أعمق وسؤال أعمق، كم ذكر وكم أنثى؟ الذي خلق يعلم العدد ويعلم كم ذكر وكم أنثى. فبهت الذي كفر وانتصر الحق على الباطل بأبسط الأمور وأيسر الأمور. وقد حصل لي موقف حتى لا يظن البعض أن الأمر بعيد عنا، هناك من شبابنا ربما قرأ ما قرأ من كتب الإلحاد والكفر فتصل إليه بعض الأمور فيظنها. أتاني رجل عاقل وما هو صغير في السن، فقال لي سأسألك سؤالا. قلت تفضل أسأل. قال رجل فقير مسكين جالس في بيته لا ينفع الأمة بشيء لكنه مسلم يدخل الجنة، ورجل بروفيسور في علم كذا وكذا وكذا ولكنه كافر يدخل النار، أين العدل؟ الآن شلون مسكة إيش؟ لازم يجي من وراء. قلت كلامك تنزلا، أعطيك مثالا آخر. قال قلت لديك ولدان، أحدهما لا ينفع الناس بشيء وإنما في طاعتك وفي خدمتك، والثاني قد صنع واخترع واكتشف ونفع العالم كله، لكن إذا أتاك بصق في وجهك، أيهم البار وأيهم العاق؟ قال الأول. قلت أين العدل؟ إن قمة العدل أن تعرف حق المنعم سبحانه، ومن لم يرشده عقله وقلبه إلى الله والاعتراف بالله عز وجل وما له من الفضل فلا ينفع ما يقدمه للبشر، إنما أن يعرف حق المنعم سبحانه جل جلاله. ومرة قال لي كلاما، قال نحن ندعو للحرية. قلت ما هي الحرية؟ قال لا للا، ليس هناك شيء ممنوع. قلت يعني ليس هناك شيء ممنوع؟ قال أبدا. ماذا تفعل؟ قلت أعطيك واحدة في وجهك. قال لا لا لا، هذا ممنوع، لا تؤذي الأخير. قلت إذ إن نعترف بقيودك وما تشترطه على البشر ونترك قيود الله جل جلاله رب البشر، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نسأل الله أن يديم علينا نعمة التوحيد والسنة والاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم. الله يبيض وجهك ويرفع قدرك، هنا علم وهنا ما شاء الله.